وصلنا لهذا المكان اللي هو مسؤول عن عملية فحص السلة الغذائية أو مفردات السلة الغذائية، وهذا المكان هو وزارة التجارة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية قسم السيطرة النوعية. اليوم احنا مثل ما تعرف برنامجنا يخص مفردات البطاقة التموينية أو السلة الغذائية. نعم. المواطن العراقي حقه علينا هواية. أكيد. صحيح ولا؟ صحيح ولا؟ أكيد. تأسس مختبر السيطرة النوعية للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية إحدى تشكيلات وزارة التجارة العراقية سنة 1988. يتألف هذا المختبر من 6 شعب، هي شعبة التقييم الغذائي، شعبة الفحوصات الكيميائية، شعبة الفحوصات البكتيريولوجية، شعبة التحري عن الملوثات الإشعاعية، وشعبة صيانة الخزين وسحب النماذج. زين، أنا دا أشوف هاي الأرقام، ممكن أخذها من عندك؟ إذا نحكي بلغة الأرقام، هاي الأرقام اللي موجودة يقول لك يا محفوظ السلام والبقى 122 ألف طن رز هذا، نعم، و 47 ألف طن سكر، نعم، و 42 ألف طن زيت طعام، نعم، و 42 ألف طن بقوليات، نعم، و 116 ألف طن معجون طماطم، خطيئة المعجون والله 16 و 15 ألف حليب كبار، نعم، وشاي 12، لا الحليب 1500 والشاي 1200 طن، نعم، و 6000 طن طحين. طحين صفر. زين، هاي عدد أفراد الرعاية اللي هي 6 مليون تضاف إلى 42 مليون، يصير 48 مليون عراقي ياخذ حصة تموينية بالحصة الواحدة. هسه جوز انت لقيت مين غض النظر؟ لا مستحيل. هاي شعبة التحري على عناصر مشعة، مهمتها التأكد من خلو مفردات السلة الغذائية من أي تلوث إشعاعي. يعني إذا صار تلوث بهذا المادة الغذائية بالضيم احنا حاطين عيننا بعين الله وعليكم. ونعم بالله هذا اللي صار به إشعاع وكنا وصارت عندنا حموضة، وين تجون عليه؟ شلونك زين؟ والله ودي صحتك زينه؟ خير الحمد لله. راح اقول لك انت تستلمون حصه تموينيه لو مثلا احنا نستلم شكر حمص عدس، نعم، طحين تمه كلهن زين هذني؟ الحمد لله والشكر. اذا راحت هاي الحصه، نعم، تتاذون لو ما تتاذون؟ نتاذى. اقول لك هذا من يا بلد من قاني يحب التمن، يحب التمن هو. احنا نريد نسالك، انت عندك حصه تموينيه؟ لا انا مو عندي. ليش؟ احنا صارنا عبالهم ابو الغذاء، عبالهم صارنا مسافرين. ايه؟ فالرجال برا ذمته. ايه؟ بلا قال لهم هاي العالم مسافره. اه. خوش، فرجعت وشالوا الحجم عني. يعني راح تستلم ان شاء الله؟ بس انت مكيف؟ ايه؟ مو عندي اشكال. انت الوكيل؟ اي نعم. الاسم بالخير؟ احمد هاشم، جذران، منطقه بغداد جديده، تل محمد، فرع تموين المشتل. قصة لك وكيل؟ والله 15 سنه، وقبلي والدي من الثمانينات. ايش قد عدد الاسر اللي موجوده عندك؟ 534 اسره. 534 اسره. يعني ايش قد الافراد عندك؟ 1639. والجماعه الرعايه ايش قد عندك؟ جماعه الرعايه 51 عائله، 124 فرد. انت المواد اللي تستلمها تاكل من عندها؟ اي طبعا. اي نعم. حظ البخت تاكل؟ حظ البخت انا بيه سكر. ايه؟ ما اكل فقط بس تمن الحصه، لان من 4 مناشئ اوروبيه استاذ. جاجو. السلام عليكم. شلونك؟ يا الله يا الله يا الله، بسم الله بسم الله. يعني هاي مال الحصه التموينيه مو؟ هاي مال الحصه السله الغذائيه اللي هي فاصوليا وتمن وزيت، وانتم جايبين دجاج طبعا اكيد والحمص. الحصه نعم، اذا في يوم من الايام انقطعت عليكم ما نقدر. يعني هي مساعدتنا؟ مساعدتنا هواي. زين. اي. 5 مفردات يعني تستلم كل الزين. يكفيكم التمن؟ ايش قد يكفيكم؟ اي الحمد لله. ايش قد يكفيكم؟ يعني طلعنا مثلا اقل الشهر نشتري ايش كم يوم بالمناخب الغذائيه. يعني الزيت يكفي؟ اي زيت يكفينا. معجون يكفي؟ اي يكفي. انا اشكركم جدا.
والله يطول بأعماركم إن شاء الله، يديم عليكم الصحة والسلامة والعافية.